الله أوقاتكم بكل خير متابعينا ومتابعي طقس العرب في السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: تحسن فرص ظهور زخات الأمطار على جنوب غرب المملكة، تحديدا المرتفعات الجبلية من جازان وعسير، وحرارات أقل من المعدلات في أغلب المناطق، وطقس بارد نسبيا خلال ساعات الليل. صور رقم اصطناعي الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح خلوع عموم مناطق المملكة من الغيوم باستثناء بعض الغيوم المنخفضة والضباب الخفيف الذي تشكل في أجزاء من شمال غرب حائل وأجزاء من جنوب منطقة الجوف، سرعان ما تلاشى هذا الضباب وهذه الغيوم المنخفضة خلال بعد شروق الشمس. نذهب الآن إلى توزيع خرائط درجات الحرارة السطحية من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، حيث لاحظ استمرار في درجات الحرارة حول إلى أقل بقليل من المعدلات يعني مثل هذا الوقت من العام في عموم المناطق. طقس خريفي مائل للحرارة في أغلب مناطق المملكة، يكون حار في المناطق الساحلية المطلة على الخليج العربي وأيضا المطلة على البحر الأحمر، بينما يكون الطقس معتدل فوق المناطق الجبلية العالية في القسم الغربي من المملكة. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود طقس صافي مع 19 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة درجات الحرارة العظمى تستقر حول 30 درجة مئوية، بينما الصغرى تستقر حول 18 درجة مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.